السلام عليكم ورحمه الله. لا فامي تبارك الله عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الناس اللي اول مره يتفرجوا فيا تبارك الله عليكم، ماشي فيا بلوتو، زعما انا دا حيتاش دابا حيتاش عامدا فيديو بوحديتي وسالم، اما انا دائما انا وبوتينا كنكونوا في فيديوهات مع بعضيتنا. المهم اليوم عامدا فيديو بوحديتي. علاش عامدا فيديو بوحديتي؟ ملي كنكون بدي بوحديتي كنبدا كتكون القضيه فيها ان هذه متفقين عليها. الوغ انا غنشرح لكم علاش انا كاين بوحديتي في الفيديو الاول. ها ابو تينا ما كاينش، واخا انا نسيت. غنشرح لكم شنو كاين. واحد جوج دراري خدامين معايا ياك تحداوني، قالوا لي غنتحداوك بلي انك ما تقدرش تعمل واحد الحاجه. قلت لهم انا غنتحداكم وغنقدر نعمل هاد الحاجه هادي، وقررت انني غنعملها ولكن بلا خبر بوتينا. الله الله. المهم قررت انا بلا خبر بوتينا ياك غادي نمشي غنعملها لها مفاجاه هي صراحه. المهم حنا ملي كنسمعوا مفاجاه دائما كتجي في بال ديالنا شي حاجه مزيونه، ولكن هاد النهار هذا مفاجاه صراحه ما عتكون شي مزيونه ياك، والله يخرج العاقبة على خير. المهم انا غادي نمشي غنتحرك عند السيد اللي عايش شارك معايا في الجريمة هذه، جريمة حيت انا الصراحة الله ما نعرف ما. المهم اللي بغى يعرف شنو هي المفاجأة ولا شنو هي الجريمة هذه خليكم معايا ياك. وما ننساش الناس اللي غيتفرجوا فيا اول مرة، ما تنساوش تابوناو، ديروا لايك وتفعلوا الجرس وخليونا لي كومونتير ديالكم، راه كنشوفهم كاملين بيو. وهنا رجعت الخوت، جبرتوني وصلت نحاول مدير السيد اللي يعدل لي هاد اللعيبه هادي. غنتصل به باش نشوف واش واجد ولا باقي. خليكم معايا. صافي هو في المحل، انا دابا نهود على رجلي واحد ميم با واحد 3 دقائق غنكون عنده في المحل. الا فحالكم تعرفوا شنو كاين. المهم الشباب جبرتوني وصلت عند شادو، ها هو تبارك الله عليه اللي كنحسن عنده، هو اللي عمل لي الحسن هذا العرس. بزاف الناس سقساوني عليه فين جيتي بالضبط، شرح لهم فين جيتي بالضبط. بزاف الناس سقساوني فين جا الحانوت فين جا الحانوت. جيت في كاسابارا طاح دا حاتم الطائي تقريبا. المهم واعف ديك جويد حاتم الطائي اي وصلوا يسقسيو على اي واحد، يسقسيو اي واحد يجيو من عندك على انستغرام. خليتهم انا نخلي لك انا نخلي لكم انستغرام في صندوق الوصف، ديك الساعه دخلوا شوفوا بعينكم تبارك الله يا سالم. المهم هو غيمشي يجيب واحد التريبي اخر عشري معايا في هذه الجريمه. الله يسمح لك يا اسامه. المهم شوف الى بات اليوم في الزنقه الخاوه غنجي نبات عندك. شباب هانتوما كتشوفوا تحسينا ديال الشادو 10 على 10 تبارك الله. الله حفظك. لا لا خطيك غير زعما اخي، ولكن دابا عاد جينا للقطه الاهم. خليكم معنا دابا.
عودنا كيف جاكم اللوك الجديد؟ اللي حسين ياك والله الا زعماك كيفاش كيقولوا داك المثل سبحان اللي زين الله على هذا المهم شوف اسامه انا خديت لاكور ديالو غالبا عجيب بات معايا اليوم كنحس بوجهي حفيان صح ما كاينش تقاصر الوجه سلم لك شويه تنجي تنرجع تنرجع المهم كنشكر خاي اسامه الشادو اللي عمل لي الدراما واللي قبل انه يشارك معايا في هذه الجريمه المهم الخاوه غدا ان شاء الله استنى استدعاء ديالك ان شاء الله تبارك الله عليك وشكرا بزاف يلاه بحال نكملوا اخوتي قصه خليكم باش نشوفوا الرياكسيون ديال بوتين تبارك الله عليكم هانا ايوا شو بان ليكم كيف جاتني تحسينه جديد ما قيمه مسيقش راسي قسما بالله اي خلي على الله والسلام هاد الليله هادي الله الا يخلي على الله بوتين اسمح لي قسما بالله انا نعيط لها دابا نشوف شني كاين نشوف فين وصلت كدا الو او مدام وفين صوتي وفين مدام ميك فين تعطلتي الله الا الا ساليت حسان انا ما جي داب ايوا صافي قسما بالله جبرتو عامر شويه داكشي علاش تسنيت واحد شويه شويه ايوا المهم يصبر معايا انا ما جي دابا طاير فينا انا في كاسابارات الشنطه عندي الله يا كاسابارات دابا الشنطة 10 دقائق انا عندك يلا صافي صافي نجي في يدي شي حاجه اخا عمل اتاي يلا واش تجي عندك كون اجي ولا نبقى حتى تنى يبرد لا 10 دقائق انا قلت لك 10 دقائق بالضبط غنكون عندك صافي صافي يلا انا ماشي انا مش والصدمة كانت قوية يو كانت قوية الله الله شباب انا وصلت للدار ندخل دابا عند الحباب ياك المهم قبل ما ندخل بغيتكم تقولوا لي نتوما شنو عندكم شنو تقدر تكون ردة الفعل ديالها اليوم قفرتها ديالو بصح خليكم معايا انا عند الحباب الباب وعند وعيشوا شنو كاين بوتينا اجي وز معايا اجي وز معايا دابا حسنت بدلت اللوك
وصافي وصافي وصافي. المهم ما شفتوا ردة الفعل ديال بوتينة. كانت واحد ردة الفعل اخرى مو في الكواليس. المهم السلام عليكم، انا خارج من بيت على برا غنقلب فين نبات هاد الليله، غادي نقلب فين نبات، الله لقى شي اوطيل رخيص ان شاء الله. والخوت بسلام. بسلامة. عافاك عافاك هاد المرة، هاد المرة عافاك عافاك هاد المرة. لا لا عافاك مالي اجي رغبوها معايا، رغبوها معايا الله يستر عليكم. شو اللي ما بغيناش غادي تقلق هاد الدار، غنديرو معاها بيبي بيبي زينة. زين ماتش فيديو ما فيش كانت فيديو على نتينا. وصافي يا صاحبي الحي دغيا كدوز دغيا كتنض طنشنط سيمانه هي كتنض. وصافي يا صاحبي جامد غدا نرجع لعند نقول له يلصق لي شي حاجه اخرى خلاص. مبقاش باغية تدوي معايا كاع. بوتينة وال بوتينة وصافي صافي ما عجبنيش الحالة اللي انتي عايلة. صافي وصافي قول لي سمعت انتي هاديك تشهد زمارة الفيديو. صافي سمعت والله إلا تقلق هاز ديال بصح أخوتي بالله والله ما كنسحاب لي أنا، ولكن الصراحة أنا ماشي شي خيوبي زعما ولا قولوا لي الصراحة الله يرحمكم الوالدي واش خايب بزاف. الله يرحمكم الوالدي إلا كنت خايب بزاف قولوا لي تحت في الكومنتير، أنا بدي تخلي الشك في راسي الصراحة قسما بالله. ما نعرفش شني جاني والله ما نعرفش شني جاني قسما بالله، عاد أنا تمشيت حيدتها ولكن دابا تكبر. المهم أخوتي ما عندي ما نخبى عليكم، بوتينة تقلقات ديال بصح، راه هي مشات الكوزينة ما بغاتش تجي كاع تهضر معايا، ما بغاتش حتى تهضر معايا ما بغاتش. المهم انا نحاول نشوف كيفاش نراضيها وداك الشيء، شي جوج كلمات حليل وين وداك الشيء، فهمتي قلبها طيب واخا هي داك مسكينة والله الا قلبها طيب. المهم كنتمنى يكون هذا الفيديو يعجبكم ياكم، وكنصح الدراري واياكم واياكم واياكم، انا كنت باخر ما بيا ما عليا تزغبني راسي. مهم تبارك الله عليكم، ما تنساوش تخبطوا لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك الى عجبتكم الى عجبكم الفيديو، وخليونا لي كومونتير ديالكم واستروا ان شاء الله حتى الفيديو يجيكم وتصالحنا انا وبوتينا.